السلام عليكم، تحياتنا لكم أصدقائنا. أردت أن أستعرض معكم خاصية سماع القرآن الكريم بواسطة الـ MP3 في وعلى جهاز الفرقان. الجهاز الآن أمامي وهو جاهز للانطلاق. من أجل تشغيل الصوت أنا الآن أقف على سورة الأنعام، وأستطيع أن أتصفح الآن سورة الأعراف تليها. إذا أردت أن أطلق يعني الصوت أو يعني القراءة بالصوت لسورة الأعراف، أضغط على مفتاح الأن واحد والأن أربعة، وهي التي على يمين ويسار مفتاح المسافة مباشرة. أضغط عليهما معا في نفس الوقت. إذا أردت أن أقدم إلى الأمام، أضغط على مفتاح أن 6 بشكل متواصل. وإذا أردت العودة إلى الخلف، أضغط على مفتاح أن 3. هذه هي نهاية الصورة. الآن مثلا إذا ذهبت إلى سورة التوبة مثلا، نفس الشيء بالسهم الأسفل اللي هو مفتاح الـ N6، أضغط على التشغيل وهو مفتاح المسافة، عفوا مفتاح التشغيل الـ N1 مع الـ N4. مفتاح المسافة هو مفتاح التوقف المؤقت. إذا توقفت بالمسافة أستطيع أني أضغط المسافة. إذا أردت أن أخرج من هذه الصورة وأعد القائمة، مفتاح الحذف. إذا أنا الآن على سورة التوبة، أنزل إلى سورة يونس وأشغل بالمفاتيح الـ N1 والـ N4 معا. أخرج وأنزل سورة يوسف مثلا وأشغل مرة أخرى. أخرج، أنزل سورة الرعد مثلا. سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج إلى سورة الكهف مثلا. سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا أصدقائي، أردت أن أستعرض معكم هذه الخاصية، شكرا لكم. طبعا وصلتنا بعض الاقتراحات في المعرض بأن نعتمد صوت الشيخ الحصري في يعني الـ MP3 للتشغيل بالصوت، وهذا ما سنفعله إن شاء الله. شكرا لكم.